نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشوف العراق بلد استراتيجي مؤثر في المنطقة، يتأثر يعني ويؤثر في الدول المجاورة أو المحيطة به، وهو يعني لا يقل شأن اقتصادي عن باقي الدول المتقدمة والمتطورة. لذلك ما الضير في أن ننجح في العلاقات الخارجية أو الدولية، لأن أي نجاح في العلاقات الخارجية أو الدولية سينعكس بظلاله بشكل إيجابي على الوضع الداخلي أو الشأن الداخلي في البلد، خصوصا احنا نشوف احنا هذا بعد 20 عام من انتقال من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي، هناك تردي واضح في الخدمات، وهناك في تراجع في مستوى الصحة، في مستوى التعليم. فما الضير في ان يعني يكون العراق علاقات دولية ناجحة ليصحح بعض الاخطاء، للاستفادة من تجارب الدول، من خبراتها في مجالات مثل ما ذكرتي الطاقة وحقوق الانسان، الوضع الامني، الوضع الاقليمي. لذلك احنا نشد على ايادي الحكومة في خطوات اصلاحية باتجاه الصحيح لاصلاح العلاقات الخارجية ومن ثم الشأن الداخلي. نعم، إذن سيدة وصال، ما هي يعني من وجهة نظرك انعكاسات هذا الاجتماع على الوضع الاقتصادي والأمني في العراق؟ نعم، إن شاء الله سينعكس إيجابا على الوضع في العراق، خاصة الشأن الداخلي. هناك مثل ما قلت تراجع على مستوى، يعني ما المانع أن تكون تبادل علمي وثقافي بين الجامعات، كذلك أن في موضوع التطور الصحي، موضوع التطور في مجال حقوق الإنسان، الملفات العالقة، ملفات الديون. العراق بلد نفطي، بلد يتمتع بالثروات، ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح. فما ضير أنه تكون العراق علاقات جيدة مع باقي الدول والاستفادة من خبراتها وتجاربها، وأن يتعاون باقي الدول من أجل خدمة وبناء العراق من جديد، والذي يدعم خلينا نقول أسس بناء الدولة العراقية الجديدة، خصوصا بعد تراكمات الحكومات السابقة. لذلك احنا نشد على أيدي هذه الحكومة بخطوات صحيحة وثابتة باتجاه الإصلاح. إذا سيدة وصال، هل العراق مقبل على مرحلة جديدة قد تؤدي إلى تغييرات ملموسة في جميع المجالات؟ طبعا اذا تم استثمار هذه الخطوات بالشكل الصحيح يعني وتكملتها، يعني ما نوقف مثلا في منتصف الطريق او نبحث في خلينا نقول نتفاوض على نقاط مهمه وحيويه تخدم العراق، مع عدم تدخل في سياده العراق والحفاظ على سيادته وكرامته يعني امام باقي الدول. سيدة وصال الشمري، محللة سياسية مستقلة، كنت معي من بغداد، أشكرك جزيل الشكر.